عند المنتج جماعة الخير هنا في مرة رهيب، راح يكون مايك يشتغل على الجهاز أو يشتغل على جوالك، يكون مايك خارجي يساعدك في صناعة المحتوى. راح يجي من نوعين، واحد تايب سي واحد لايتنينج. إذا كنت صار عندك آيفون أو عندك حتى آيفون قبل 15 يعني، أو عندك سامسونج، راح يشتغل معك نفس المايك هذا. أوه الأمانة شكله مرة بطل. هذا هو المايك، أصور لكم بشكل أقرب زي ما تشوفون. هنا في قطعة ثانية تنشبك على الجوال، هنا تايب سي عشان نشبكها على الجهاز عندنا. في كذا كتيب الضمان، في اخر قطعه اللي هو الشاحن عندنا هنا راح يكون تايب سي كذا. خلونا نشبك القطعه في الجهاز ونجرب. طيب يا جماعه الخير، زي ما تشوفون الحين جالس اتكلم من نفس المايك هذا، هل تشوفونه ممتاز؟ في كليب هنا تثبته على الملابس، انا اشوف انه على حسب اللي معطيني هنا انه اداؤه ان شاء الله انه كويس. بنشوف باذن الله جميعا هل راح يكون اداؤه ممتاز ولا لا. قيمه المنتج هذا يا جماعه الخير 18 ريال، هل تشوفونه مناسب ولا لا؟ اكتب لي تحت في الكومنتات.